كل أسبوع بيبسي بتقدم للطلاب فرصة لربح جايزة، والمطلوب منهم بسيط جدا. نحن بنعطيهم إشارة عن مكان إخفاء قطعة معدنية، واللي بيفك اللغز وبيلاقيها بيطلع له هدية مهمة. بعلبة بس كاتبين إنه أنا هذيك المرة لف لف بتلاقيها. رحت لقيت إنه لف لفيت علبة بعلبة مكتوب عليها بيبسي. يعني هي حزيرة. علبة هيك. إنه لف بتلاقيها، لف ودور بتلاقيها، ما أدري شو. رحت لفيت اللون في شو في بيلف بدور لقيت ال والله صراحة تحت يعني هي حزيرة مش انه بقى فلات ودوروا ما رح تلاقوا قد ما دوروا اذا ما قالوا لكم وين مطرح الحزيرة ما رح تلاقوا لاني فتلت الاكاديمي يعني. نهاريتها فتلت الاكاديمي نزلت لقعدت على الجيم فليته طفلاي انا في انتظارك الحزيرة انا في انتظارك مليت ورا نصيبك انتظارك انتظارك مليت بدنا شو؟ بدنا شو؟ انتظارك لقيتوها؟ يسعد ربك ايوه تحت الكرسي تعالي بسرعه حطه تعال مبارك خلاص عرق لي تحت الكرسي ليش؟ شلون عرفتي؟ كلنا عارفين على فكره ما مش رح تنزل ليش نقصنا؟ ليش نحطها مدور؟ سولد اوت ما دورنا لا حبيبي فوتها هيك استني احكي لك ونطلعها اه طاحت شفتي؟ شو هي؟ شو هذي؟ ما اعرف خليني اشوف هي طرف خليني تطلع غسالة اللحظة التي كنت رح احدث احدث جهاز صوتي بالاضافة لاروع كاميرا فيديو احدث ايش؟ جهاز صوتي ايش يعني؟ يا ابن بس وين اروع كاميرا فيديو ساوند سيستم و فيديو ساوند سيستم كيف لحقت؟ اما ايه كيف لحقت؟ كيف نطت عليها لقيتها؟ انا ومحمد بالجائزة النص بالنص ليش ترى مسامحك؟ امبلا لا يلا مبروك طب عارفوا الشباب؟ مبروك رحمه وين هن؟ بعضهم عم ينفشوا خليهم يدوروا سيبهم عم ينفشوا بعضهم سيبهم ما هي من الحزيرة مبينة يعني انا في انتظارك مليت مبينة انا اول ما شفت انا في انتظارك مليت ركبت على غرفة التليفون على طول وين كيف الحينة يا بنصة؟ انا لقيتها خلص هذا اسبوع حظي انا ورحوم شغال حياتي ما تتخيل قديش تعجبني هاي الحركة ايه؟ دي في دي هون في دي في دي شايف قلت لك انا عارف الكاميرا خربت الكاميرا انت هيك شو الكاميرا؟ هاي زيدي استمر يلا خذوا الكاميرا دي صوروا فيها اذا سافرتوا بظرف 48 ساعة هبطت على رحمة المفاجآت والهدايا والمشاكل. شو صار تطورات جديدة وشو كان دور رانيا بالمفاوضات مع الطرفين؟ رانيا على فكرة اللي بتعمليه ده غلط اذا خلقت مشاكل ويجيب لك كلام عن جد رانيا رانيا بعد اذنك لا يعني قول كلمة قولها لك يعني بطريقة أخوية يعني لو هتقعدي معانا او لو هتقعدي في وسطنا او هتقولي مثلا او حد هيشتكي لك شيء يا ريت الشيء ده ما ترددش لحد تاني لا معلش انا مش كده خالص لا 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 متضايقين من بعض في حاجه مش هينفع اسكت غير لما تتكلموا مع بعض هذا اللي بسببه وانا بقول لك يا رانيا ده هيخسرك الاثنين وانا بقول لك ده هيخسرك الاثنين انا مش متضايقه من رحمه انا متضايقه من هقول لك حاجه انا هتصرف معاها عادي زيها زي اي بنت لا بس ده حاجه بالنسبه لك مش زي اي بنت خلاص ما بقتش مش زي اي بنت دلوقتي زيها زي اي بنت اوكي رانيا رانيا بجد رانيا خلاص اوكي مالك عشان خاطري انا مش مقتنعه بالكلام ده بس عادي كل واحد عشان خاطري يا حبيبتي عشان خاطري بليز والله مش هتكلم في حاجه ميرسي طب تعالي انا وراك نازله ورا
بس قالوا لي تعالي انتي رايحه فين، مش عايزه اقعد معاهم، داخله احفظ الاغنيه نرفزت يعني. اتعصبت فانسحبت. لا انا مش بعرف يعني، مثلا انا حاسه ان هي انت حسيتي في حاجه مضايقاها، بس هي اكيد منك، اكيد منك مو تيقلي. طبعا يا نزلت معصبه لانه تقولي هي منك اصلا معصبه، بس شو مني انا يعني، تقولي بس قالوا لها انت راني، قالوا لها انت لا تتدخلي، انت ايش عم تسالي تتدخلي؟ شكري. ترى اقسم بالله اطلع، ترى انتم ما تعرفوني انا بخبله، وقسما بالله احط هاي براس واحد، انا يعني فعلا انا لحد الان ما وصلت المرحله اللي انا حكت مع اسمها هي. لا ردي علي، لا هي حكت مع اسمها. بس انا لحد الان ليش رد عليها شكري؟ رد على راني انه انت ما شو دخل شكري طيب؟ ما اعرف، انا وصلت هسه يعني عادي راح اوصل لمرحله اقسم بالله احط شيء براس واحد، انا وحياة الله مجنونة والله العظيم لهلا ماسكة حالي. كنا قاعدين كنا بالمسرح وقت اللي كان مسيو خليل صح؟ شفتوا وقت اللي مدري شو انا قلت، غنيت عربي نص باسل صارت مسخر صح؟ والسعودية باسل مسخر بطريقة اللي انه طلعت انجلش وجابها بالضحك والمزح وكلها ضحكنا، حتى انا وانا انتم عارفين يمكن في شغلة اني ما بتقبل اتمسخر حدا علي، بصير بزعل. هالمرة ضحكت لانه باسل جاوب بطريقة عن جد مازحة، ما قصده شيء. طلعتوا كلكم برا، ضلوا البنات، طلعت انا، اجى مسيو خليل سحبني صح ولا لا؟ قال لي ليش طلعتي تعي؟ رجعنا فتنا، قلت له لرحمه مدري مين من الصبايا، اعطيني رحمه، قلت له اعطيني الورقه لاقرا الكلام تبع هيدا. شغلين غير غنية، انا عملت هيك انه عم حاول جرب جمله منها، انا بعرف اللحن، عم جرب جمله لسه ما حكيت اول كلمتين. الله فاهم اللي انه خراسي. رحمه ما قالت لي كذي. شو قالت لك؟ كنت معي سمعت الموضوع اليوم. شو قالت لك؟ قالت لي انت غنيتي؟ كان تقولي هي ايوه. في ناس تكره ناس؟ وعاملة حالها تحبها. طب انت هسه في شيء؟ لا 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 تعرفين ليش اعصب؟ يعني. منافقين طبعا، لانه في ناس تكره ناس وقاعدين معاهم من الصبح لليل. حبيبي حياتي اموت عليك. ليه هتكره وابعد عليها؟ لا ما فيش حد، ما احنا ما بنكرهش بعض. انا ما بحب النفاق. ليه؟ سامحني سامحني. انا ما بحب النفاق رحمة. يا جماعه الرحمة. شوف رحمة في الكادر بتاعنا كلنا بنحب بعض، بس في حاجة اسمها والله لا اقرب لبعض. لا 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 ما انا بكره رحمة ونكره كنت ونكره. لا بدرية بدرية مش وقت مزح، انا ما قاعدة امزح، انا وصلت مرحلة كثير معصبة. شوف شوف انا قاعدة اقول شغلة واحدة، انه انا لما اكره رانيا ما اعرف اجامل رانيا، انا ما اعرف اجامل رانيا. انا معك انا معك يعني ميران واسماء ما بيحبوا بعض وقاعدين مع بعض ما بيحبوا بعض. بعد عمري شوي ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ خلاص ما تكيش دعوه بحد، انت مالك بيهم؟ انت خليكي في نفسك وزي ما انا مخلياني في نفسي خلاص.